في أول أخبار وزارة الداخلية، اطلع الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على سير العمل والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمراجعين. وتفقد الفريق الشعفار وبحضور اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مختلف القطاعات والإدارات التابعة للإدارة العامة وإدارة الجنسية، واطلع على أحدث الخدمات التي تقدمها إقامة دبي للمتعاملين في مختلف المجالات، داعيا إلى المحافظة على التميز تجسيدا لرؤية استراتيجية وزارة الداخلية في تطبيق أفضل المعايير. وشاهد معرض صور شهداء الوطن الذي أقيم في مبنى إقامة دبي والذي تضمن 71 صورة لشهداء الوطن تخليدا لذكراهم وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي. من جهة أخرى، كرم الشعفار الملازم أول علي عيسى عبد الكريم علي رئيس قسم الضبط الجوي في مطار دبي التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك تقديرا لجهوده وتعاونه في كشف قضية تزوير. خرجت شرطة أبوظبي دورة منظومة تطوير العملية التحقيقية بمشاركة 72 منتسبا من العاملين في الإدارة العامة للعمليات الشرطية واستمرت عاما، وسلم اللواء عمير محمد المهيري مدير عام العمليات الشرطية الشهادات للخريجين بحضور عدد من الضباط. وأثنى اللواء المهيري على حرص منتسبي الدورة على الاستفادة من أهداف الدورة والبحث عن فرص التحسين بشكل مستمر، ودعا إلى أن يكونوا دائما مثلا متميزا وأن يبادروا بطرح الأفكار التي من شأنها الارتفاع بمستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز ثقة الجمهور بما تقدمه الشرطة من خدمات. توفر مديريات شرطة المنطقة الغربية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي أقصى سبل الأمن والسلامة لجمهور مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل في دورته التاسعة بمدينة زايد بالمنطقة الغربية. وأكد العميد عجيل علي عبد الله مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية أن مشاركة المديرية في فعاليات مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل في دورته التاسعة تعزيز للشراكة المجتمعية مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وتسهم في زيادة ثقة الجمهور بخدمات الشرطة ودورها في تعزيز مفهوم الأمن والسلامة. حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي قائد المركبات من خطورة عدم الالتزام بتثبيت الدراجات الهوائية أثناء نقلها وتفادي سقوطها على الطريق ما قد يسبب في حوادث مرورية، موضحة أن السائقين غير الملتزمين بتثبيتها بصورة آمنة يتعرضون لمخالفة رقم 80 من قانون السير والمرور والتي تصل عقوبتها إلى حجز المركبة أسبوعاً والغرامة 200 درهم. ونصح العقيد محمد ضاحي رئيس قسم مباحث المرور في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي الأفراد عند نقل واستخدام الدراجات الهوائية بتثبيتها على مركبتها بطريقة آمنة مع وضع مصباحين أمامي وآخر خلفي ولوحة خلفية عاكسة، وضرورة الالتزام بالسير على الممرات المخصصة لها وعدم حمل ركاب آخرين على الدراجة أو التعليق بمركبة أو دراجة أخرى وعدم السير جنبا إلى جنب على الطرق. شهد سعادة اللواء خميس مطلم زين القائد العام لشرطة دبي حفل تكريم الفائزين في ملتقى التميز الشرطي 11 لفئة جائزة وزير الداخلية للتميز جائزة القائد لعام 2015، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة بحضور مساعدي القائد العام سعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومدير الإدارات العامة ومراكز الشرطة وشركاء والموظفين، مؤكدا سعادته أن القيادة العامة لشرطة دبي أولت الجائزة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي كان لديه بعد نظر في مشاركة شرطة دبي في جوائز التميز، حيث أوفد مجموعة من ضباط الجودة ليتعلموا التحكيم في مجال التميز والوقوف على المعايير الخاصة والجوانب الصحيحة الخاصة باستمارة المشاركة. كما كرم المقدم جاسم بن هدى السويدي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة الشارقة عددا من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بإدارة العمليات من المتميزين في أدائهم الوظيفي خلال العام الجاري، كما كرم أصحاب الأفكار المتميزة خلال الاحتفالات باليوم الوطني 44 من العاملين في الإدارة وفئة العمال، إضافة إلى تكريم أفراد العمليات الذين تعاملوا مع بلاغ مثبت السرعة بحرفية عالية وإنقاذ سائقيها.
شهد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ورشة منظومة الأداء المؤسسي بمشاركة إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة بشرطة رأس الخيمة، وذلك انطلاقا من خطط استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى العمل بفعالية لتحقيق غاية الوصول إلى أعلى مستوى من التميز في الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة لتكون دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمنا وسلاما. وفي آخر أخبارنا، كما وتفقد سعادته إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، حيث كان في استقباله العميد إبراهيم علي كابتن مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة وعددا من الضباط الشرطة، وذلك لتفقد سير الأداء والإطمئنان على مجريات العمل في إدارة مكافحة المخدرات والنظر في خدمات المقدمة ومناقشة فرص تطويرها وتحسينها ضمن مبادرات القيادة العليا لشرطة رأس الخيمة للارتقاء بخطط وتحسين وتطوير سير العمل الشرطي والخدمات المقدمة دوريا. إذا أعزائي المشاهدين، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية في فقرة العين الساهرة. بعد الفاصل كل ما يهم الجمال وفقرة لمسات، لا تروحوا بعيد.